فالناس عظموا الشعارات التي اختلقوها في هذه الأزمان باسم الوطن باسم الشعب، والمغني يغني يقول أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل، أي كأن الشعب هو الذي يقضي بما يشاء، والآخر يقول إذا أراد الشعب إذا ما الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فجعل القدر تابعا لإرادة الشعوب. بئس ما قال هذا التعيس، بئس ما قال هذا التعيس الذي قال هذه المقولة، الجاهل بأقدار الله، الجاهل بالله، جعل الأقدار تابعة للشعب. يقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، كله كلام باطل. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في رسالة الرسول لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم، في الاتفاقية بين الرسول وبين سهيل بن عمرو بسم الله الرحمن الرحيم. فدائما البسملة تصدر في صدور الرسائل.